أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم اختناق بالسير منذ 7 صباحا على كل الطرق وعند كل مداخل العاصمة، والدعوة الكريمة الله يفتح بوجهك تحولت إلى الله يفتح الجسر بوجهك، أو الله يفتح الطريق بوجهك، أو الله يفتح الأمور قدام المسؤولين. في أي حال، لبنان اليوم واللبنانيون يريدون أن يأكلوا العنب على رغم أننا على بعد أشهر من موسم الدوالي. الربيع أزهر والرجاء أن يعقد الزهر، سواء في شجر مواجهة الفساد أو في أشجار العيش والعريش الكريمة. وإذا كان ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فإن الرجاء كبير بالعهد من أجل توسعة رقعة العيش الكريم وتثمير الجهود التي يتسلح بها رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون، وبعزم أكيد وشديد منه من أجل دفع الاقتصاد والأحوال الاجتماعية إلى أمام من جهة، ومن جهة ثانية من أجل إنهاء معضلة وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان، فتتم عودة آمنة وكريمة لهم إلى ديارهم. ولعل من أبرز المسائل المطروحة في زيارة الرئيس عون موسكو بعد 10 أيام هو ملف عودة النازحين ومسار المبادرة الروسية لإعادتهم. وعلى ما يبدو فإن وزير الخارجية الأمريكية بومبيو سيزور لبنان قبل يومين ثلاثة من زيارة الرئيس عون لروسيا. في الغضون عاد رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة وصفت بالموفقة للرياض، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت له مناسبة أيضا لمواكبة أعمال اللجنة السعودية اللبنانية التي أقرت 17 اتفاق مشترك واتفق على أن تواكب التطبيق. من جهة السعودية وزارة المالية، ومن جهة لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة. الرئيس الحريري سيرأس وفد لبنان إلى بروسيل غدا إلى مؤتمر النازحين، آملا الحصول على 2.5 مليار دولار من أجل أن يستطيع لبنان القيام بأعبائه جراء النزوح السوري. لم يحسم بعد وحتى الآن ما إذا كان الوزير صالح الغريب سيضم إلى الوفد المؤلف أيضا من الرئيس الحريري ووزيري الشؤون الاجتماعية والتربية. معنا مباشرة الدكتور نزيه خياط، الباحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية. أهلا وسهلا فيك. أهلا أستاذ، كيفك؟ أهلا دكتور. حضرتك يعني من بيروت وبتعنيك بيروت وكل لبنان. إذا بلشنا اليوم من شأن بديهي، شيء بديهي هو النقل، يعني ما إذا بدهم يزفتوا طريق على الجسر الواطي 200 أو 500 متر أو كيلومتر بتوقف بيروت كلها. صحيح. إذا بدهم يبحثوا جورة بزقاق البلاط بتصير تتمنى يبلطوا البحر لنمشي من البحر لنوصل على هذا. برأيك يعني هل قد معضلة النقل انه يعملوا سياسة نقل هل قد كبيرة؟ اذا ما بدهم يعملوا عبارات بالبحر وسكك الفنات الصغير، يعني شو المشكلة؟ يعني استاذ الكريم، هيدا جزء من معضلة تعاني منها كل المدن الكوزموبوليتان بشكل عام. عم نحكي نعم هذيك المدن تبقى فيها شي 10 ملايين نسمة، لا لا إيه، ولكن عقدنا نحن هي نسبيا. نعم. نسبيا. نعم. اذا بدك تاخذ نسبي. نعم. انه مثلا بالقاهرة بمصر 100 مليون فيها 25 مليون بالنهار. نعم. فنحن 3-4 ملايين، لما نعمل يكون تقريبا في حوالي 1.5 مليون بيكونوا وافدين على مدينة بيروت وضواحيها، فبيطلع انه نحن النسبة عنا اكبر بكتير من الدول الكبرى. نعم. والضغط عم بيكون على الموضوع المركزي. هذا بالحقيقة هذا بالحقيقة له علاقة بشيء اسمه مشروع النقل الحضري. نعم. مشروع النقل الحضري أنا أذكر أنت من يعني أول مرة سمعته. مشروع النقل. نعم. النقل الحضري من كان من ضمن خطة النهوض الاقتصادي في الحكومات الأولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. وبالحقيقة الموضوع يجب لنجاح هذا المشروع في مسائل بديهية فيه، هو أن يكون هناك في ألف سياسات. نعم. ولكن وجود ووضع سياسات من دون ما يكون في أدوات لتنفيذ هذه السياسات التي تقرها الحكومة، فكأن عمال نعمل انفاق بشكل منفرد على مشروع ودراسات وتخطيط، ولكن أدوات التنفيذ ليست إما أن تكون قاصرة أو غير موجودة، أو أنها تعاني من حالات
بين مزدوجين الفساد الذي أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء في عملية التنفيذ. نعم. سواء لجهة إما التلزيمات أو بالنسبة للتعاطي داخل المؤسسات الرسمية التي هم بيت القصيد. هم بيت القصيد. فهي بالحقيقة سلة متكاملة. لما بنيجي بنقول لما بيجي وقتها تكلفت هيئة عملت مسح للمعطيات إحصاء المعطيات التنموية والحضرية في بيروت وضواحيها، كانت عنوان لدراسة المعطيات الإحصائية هاي لإجراء مسح كامل وشامل لكل أوجه الحياة المدنية في مدينة بيروت وضواحيها، كانت حوالي بال 2003-2002. نعم. بس دكتور الإيربانيسم اليوم إذا أنت عندك هذه المعضلة ومش قادر تمد الخدمات أو ما بدك تمد الخدمات أو لا مركزية الإدارية مش موجودة على الريف أو ضواحي العاصمة بعد 10 كيلومتر، طيب مشكلة النقل بحد ذاتها يعني أنك تجيب فانات مرتبة كويسة بتركيا شو هن يعني أحسن منا؟ بتركيا في عندهم مترو وفان وتران وقطار وترامواي. نحن الترامواي شلناه رزق الله على أيامك يا ترامواي بيروت، الله يرحمك يا إبراهيم العشلي أو على شو اسمه وهبي. إذا قلنا في المواهب إذا قلنا شيلوا الترامواي شيلوا السكي، طيب الفانات هالقد بدها مشكلة يعني؟ طيب هني بالحقيقة اليوم نشوف الفوضى بالحقيقة بعملية النقل. طيب أول شيء ما في ضبط لأعداد، مين بده يحدد؟ بدك تحدد الاحتياجات بضوء الضفق الديموغرافي أو ضفق السكان اللي عمال يجوا. نعم. بدك تعمل دراسة تقديرية، ما هنقول إحصائية لأن الموضوع لما بتقرب لموضوع الإحصاء لا واصل بنعمل توازن ديموغرافي طائفي ومذهبي. على الأقل بده يكون في نوع من التقدير. نعم. ثانيا هالضفق من الناس اللي بدها تجي بدها تتنقل إما بسيارات الخاصة أو بسيارات نقل مشترك. السيارات الخاصة اليوم بالحقيقة كمان غير منظمة لأنه ما في تشريعات وما في أنظمة بتشجع المواطن اللبناني في ظل تردي وضع النقل الخاص المشترك الفانات اللي هي منشوف حالتها. مش هاو الفانات. لا بس ما هي أخذ البدائل. أنا هون بشغل بتلفزيون لبنان، إذا بدي أجي من جوني لهون ليش بدي أجي بسيارتي؟ تماما هذا اللي بدي أقوله. يعني أنه اليوم الفانات بيجي بالفان إذا مرتب. اليوم الفانات الموجودة تفتقد إلى شروط الأمانة وشروط البيئية اللي منشوفها كلياتها اليوم بالمازوت لأنه رجعوا على المازوت وما في رقابة. طيب كان في الفانات الحمر يمكن يقولوا أنه هاي الرئيس حريري أو شركة حدا بتخصه مش بتخصه لقاله يعني أصدقاء معه كانت مرتبة مثل الخلق كانت العالم تجي فيها. لا ما في. هذا جزء كان من السد من هون على صيدا بيروح العالم ب 3000 ليرة أحسن تماما يعني. هذا كان بوقتها انعملت خطوة مرحلية. نعم. بانتظار إعادة تنشيط إعادة تنشيط النقل المشترك. نعم. وأنا بتذكر تماما أنه كان يوصل هذه الباصات إلى مدينة علاي. نعم. كانت توصل. نعم. نعم. وكانوا العالم شكلت رياحها خلال فترة. نعم. معينة لعملية تنقل وانتقال المواطنين اللبنانيين. ولكن هذه الباصات اترهلت القديمة وانتهت والباصات اللي كانت قبل الحرب وخلال الحرب الأهلية أصبحت اليوم ركام. لا. فنحن أمام فراغ لما والحياة بطبيعتها ما بتحمل فراغ. طيب هون الفساد شو له خصة بهالموضوع؟ هل هن أصحاب شركات البترول؟ هل الدولة بهم الناس تصرف بنزين أكتر وعجقة أكتر لتسترد رسوم أكتر؟ هل يعني هذه كمان جزء غير قصة أنه عدم تنمية الضواحي والريف بمراكز للخدمة؟ هذا رجعنا بنرجع لموضوع السياسات. نعم. طب إذا وضعنا سياسة مين بده ينفذها؟ السلطات المحلية. نعم. السلطات المحلية أمام المأزق السياسي والصراعات السياسية اللي حصلت وبعض الجوانب الأمنية عطل أي قدرة على أن تكون للدولة سلطة حقيقية على الأرض، فأصبحت قوى الضغط واللوبيات
المغطاة. انا بدي زدت 30 مليون تماما أوكي. المغطاة باما معنوية سياسيا او سياسيا او مذهبيا، وانه هذا هالفانات هاي بهاي المنطقه ما بتفوت على المنطقه الثانيه وكلنا هذا كمان كلنا من هلا ورايح من هلا ورايح. اذا عم نقول انه بدنا نكافح الفساد بكل شيء بدك تكافحه، يعني اول شيء بهذا الشيء بديهي نحن حكينا صحيح. حكينا عن النقل بدك تكافحه بهذه الطريقه. طيب موضوع الفساد بشكل عام هل سيتسنى؟ يعني طبعا في عنا عزم فخامة الرئيس هو ماضي حتى النهاية، بيقول ما في حدا فوق راسه خايمة، ورئيس الحكومة مواكبه بهالموضوع، ورئيس مجلس النواب عم بيشدد انه كل هو تحت التصرف انه بكل الاجهزة اللي بتابع على البرلمان او لهذا كمان موجودة. برأيك هل اللبناني عنده ثقة بانه هالمسيرة وهالمسار رح ينفتح ويمشي؟ استاذي الكريم، اليوم نحن عم نعاني مشكلة حقيقية لإنجاح مكافحة الفساد، وأنا هون بدي أوقف عند كلمة مكافحة الفساد. أصبحت مع الأسف وكأنه عم بيستخدم هذا الشعار للتعمية على الفاسدين الحقيقيين. يعني دائما عم نقول مكافحة الفساد، وزارة لمكافحة الفساد، ولكن خلال السنتين الماضيين ما شفنا ولا فاسد حقيقي، والكل مع أنه العالم عم بتشير لإلهم بالإصبع، وبالمجتمع اللبناني بيعرفوا تماما ما فيهم يستغبوا المجتمع اللبناني، رغم انه الغطاء السياسي عم بيحاول يأمن التغطية لهؤلاء الازلام، وهؤلاء اكيد لو ما هن مستندين لغطاء سياسي ما كانوا بالغوا بهذا المسلك اللي اصبح إيه ثقافي. بس دكتور نزيه خياط، من وراء هذه الضجه في إلى يعني الموائل بور، يعني في عندها مشاكل وفي عندها إيجابيات. الانكونفينيون هي تبعولها أنه عم بيغرقوا الناس بأرقام وبأوضاع حتى يصير في فوضى بالموضوع، بس في ناحية تانية أنه اللي كانوا بدهم يعملوا صفقات ويفوتوا فيها رح توقف، أكيد رح توقف. ما معقول ما توقف الصفقات بهالضجة الكبيرة على مواجهة الفساد. لا شك هلأ في شيء بيسموه الصدمة النفسية. نعم، ولكن هذه الصدمة النفسية إذا ما واكبها إجراءات عملية حقيقية، هذه الإجراءات بتنقسم قسمين. في عنا القسم الأول أن تبادر رئاسة الحكومة اللي إعادة تفعيل، لأنه المسؤول عن هيئات الرقابة هو رئيس الحكومة، إلى إعادة تفعيل أجهزة الرقابة وأن التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة، التفتيش المالي، هول مؤسسات مفترض العودة إلى ما كان يحصل سابقا. رئيس الحكومة كان يعقد اجتماعات دورية كل أسبوع أو كل 15 يوم وملزمين يرفعوا تقرير تفصيلي حول حالات الارتكاب، عدد المرتكبين بالأسماء بالمواقع بالوزارات، وكانت أجهزة المراقبة هي ساعتها تستدعيهم للتحقيق وإحالته على القضاء اللي بيثبت عليه. هاي إداريا، هيدا عم نحكي اللي لازم ننطلق منه هلأ. إداريا وقضائيا قضائيا بده هو يكمل مسار طبعاً. أجهزة الرقابة هون القضاء ما في يدعي بالنسبة للموظفين، عم نحكي بأجهزة الدولة. لأنه اليوم هناك مزاج عند الوزراء أو عند بعض الوزراء يعتبر القانون وجهة نظر، فلا يطبق القانون تحت حجة أنه مش عاجبه. وكثير من الوزراء شو بيعمل؟ أنا واصل مع الإصرار والتأكيد، وهذا أحد الكوارث اللي لابد من إصلاحها. لا يحق للوزير إذا كان قراره مخالف للقانون أن يستخدم الإصرار والتأكيد. ليه؟ لأنه هو يلي أنه يراقب المدير العام إذا عم بيخالف القانون. بس المدير العام لما بيرفع له كتاب أنه هاي فيها ملاحظة وفيها تحفظ بيرجع بيأكد عليه، صارت متفشية بين كثير من بلش المزارة. بالإدارة، بدك بلش بالإدارة، بالقضاء، ثانياً المال والسياسة، ثانياً هون أهم شيء تعديل بعض التشريعات اللي إلها علاقة بالمناقصات وصفقات بالتراضي. طيب اليوم معظم الصفقات اللي عم بتتم والتلزيمات عم بتتم بالتراضي، علماً أنه بالتراضي
جوهر القانون، جوهر وضعه هو بحالة استثنائية، إذا اضطرت هذه المؤسسة أو هذه الإدارة أن تنجز عمل ما بوتيرة سريعة وملح وطارئ، ممكن ينعمل الاتفاق بالتراضي لتسهيل عمل طارئ ما. ولكن القاعدة العامة هي إجراء مناقصات، هذه المناقصات اللي بطلنا نسمع فيها صارت كلها يتعب بالتراضي، وهذا ما سمح للفاسدين أن يتمادوا في جشعهم وفي إخلالهم بالمواصفات. طيب اليوم عمال تجينا عم نسمع كتير أنه عمليات التهريب، آخر الإعلام من فترة أسبوعين ثلاثة حكوا عن صفقات آلاف الأطنان من الحديد للإنشاءات. طيب وهاي مواصفات لم تمر على مركز الأبحاث الصناعية، مواصفات الحديد يعني ما مرت على، يعني هل صحيح أنه يعني مواصفاتها مش مزبوطة؟ ما مرت. أنت اليوم كل هال اللي بتجيك عبر لأنه إجت خارج المعابر الرسمية، إجت تهريب، فأنت اليوم هالأسلاك الحديد اللي بدك تفوتها بالعمار وتكون هي جزء من الأمان السيفتي تاعيت الإنشاءات، لم تمر بمركز الأبحاث الصناعية المناط به إعطاء الجودة أو عدم جودة هذه البضائع، فبالتالي عمال يعملوا نوع من المضاربة غير المشروعة، عمال يصير في هدر للمال العام لأنه مش عم بيندفع عليهم جمارك، وبالتالي بتهدد السلام العامي للمواطنين. بس دكتور نزيه خياط في إلا كمان شغلي هون، هذا عم بعطي هذا مثل، خد على أي سلعة اليوم كل التجار ما في حدا بيقول لك، يعني لو قال تهرب ضريبة وما بعرف شو أو أنه الجمارك، بس ما كلهم هن بيقول لك إذا هيدا المسرب عم بيساعدني التجار كلهم بيروح على المسرب. ما أنا هوني عم ضوي عليها أنه أول خطوة لمكافحة الفساد كمان من ضمنها، وكلهم ومكافحة الفساد بده يجي بشكل متوازي، ما في واحد قبل التاني، كيف تضبط المعابر تاعتك، كيف تأمن إنه هذه الإيرادات أن تذهب إلى الخزينة الدولة اللي ممكن اللي وقع بعجز، مش تروح لجيوب المافيات وعصابات التهريب. طيب إذا بدنا نكون واقعيين، افترض صار هيك وارتفعت يعني سحب يعني رسوم الجمارك صارت مستوفات بشكل دوبل وتريبل، قد ايه بصير السلع على المواطن؟ ما المواطن كمان بيروح بيموت الجوع. لا نحن ما فينا نبرر، لا فينا بدك تعمل سياسة أول شيء اجتماعية جيدة لا وتتوازن مع انا يعني لما عم نحكي هذه شغله بديهيه. نعم. يعني نحن اليوم عمالي ندفع، طيب الكهرباء نعم ل 40% من الانتاج هدر، لا انت عم بيروح هدر. نعم. المواطن شو عم بيدفع؟ اذا نحن خوفانين انه والله نحسن الانتاج نحسن الانتاج ونزيد على الجبي، عمليا مافيات المولدات الكهربائيه عمال تروح على الخزينة الدولي حوالي أكثر من مليار دولار بالسنة، هول موزعين. طب الدولة عم تشرعهم؟ ما هي عم تشرعهم لأنه هون المشكلة، لأن الدولة مش قادرة تعمل، مش قصة ما قادرة، ما في إرادة حقيقية وطنية لمعالجة مشكلة الكهرباء. بس هلأ عم دولة الرئيس ووزيرة الطاقة ندى البستاني عم يعملوا اجتماعات متتالية، منا مصورة ومنا غير مصورة، بدون يلاقوا حل للموضوع. أنا هذا اللي أنا عم بحكي على، عم بوصف وشخص المشكلة، يعني في إرادة، في إرادة. ولكن أنا سألتك إنه بثقة، ثقتك أو عدم ثقتك، يقينك أو عدم يقينك، نحن إذا بتقول له عم تنفخ اللبن بيقول لك الحليب كويني، ولكن بنلاقي في إرادة عند فخامة الرئيس والتصميم. صحيح. والرئيس الحريري ماشي مع بالموضوع، برأيك هل عندك ثقة إنه من هلأ لسنة سنتين نقدر نواجه الموضوع؟ الثقة أولاً نحكي بصراحة، وأنا حكون لأنه حضرتك ناشط بالأبحاث الجيوسياسية والتنمية. صحيح. يعني التنمية صحيح. قبل صحيح. نعم. هذا الموضوع الخطوة الأولى، كل هذه الاجتماعات أنا لح أجي أقول لك عم بنقل نبض الناس، لغاية الآن ما عنده لم ترتفع مستوى يرتفع مستوى الثقة بالدولة اللبنانية، رغم كل ما يقال بموضوع مكافحة الفساد، لأنه تجربة السنتين الماضيين لم تعطي مؤشرات إيجابية تسمح بإعادة بناء ثقة المواطن بأجهزة الدولة، ونحن أملنا أن تكون
الدولة هي المرجع الوحيد في حل مشكلة المواطن وفي حماية مستقبل المواطن. بس هذه الحكومة هي حكومة العهد الأربع سنين. أنا معك المقبل. تاني شغلي، نعم، مقتل عملية مكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي، المكافحة لا يجب أن لا تكون استنسابية، ويجب أن لا يستشف منها أنها تضمر كيدية سياسية لأي طرف. لذلك أنا بدي أرهن مسؤولية نجاح مكافحة الفساد والفاسدين، رجاء يجب أن لا نقول فقط مكافحة مكافحة الفساد والفاسدين، لأنه بدنا نبتعد عن كيدية. بخطابنا السياسي إذا بينت في كيدية أنه الكتل السياسية المختلفة بين بعضها، ومش مضطر يكونوا كوبي كونفورم على بعضهم، إيه يعني ما بدنا تكون كيدية وكيدية تماما هون انت اليوم لما بدك تيجي تقول بدك مكافحة الفساد بتحط عناوين منطقية تقنع المواطن اللبناني بكل انتماءاته وخلفياته، ساعتها الكل بيبصم بعشرة انه هذه الحكومة حكومة العهد بالتوافق بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وهو جد دولة الرئيس حسب معلوماتي في مكافحة الفساد والفاسدين، وقال اذا كان في هناك فاسدين في تيار المستقبل فانا اول واحد برفع الغطاء عنه، يعني بلشها بداخله من داخل الحزب من داخل تياره السياسي. فهو هذا هون المشكلة، بناء الثقة من خلال مؤشرات. ولكن ما حصل مؤخرا من بوليميك حول موضوع محاربة الفساد بينت كيدي، ولا بل نقلت الموضوع وحملت بذور وبدايات فشل هذه الخطة. لذلك المطلوب اليوم التراجع، استدراك هذا العنوان، والتوافق على آليات تسمح فعلا بالمحاسبة وتردع الذين يفكرون بعملية الرشوة. وهون كمان في ثقافة الرشوة عند اللبنانيين مع الأسف، يعني اليوم أي واحد، ما بدي أحكي عن حدا، أنا إذا بدي أنزل والله خلص معاملي بالمالية، والله بيجي بيقولوا لي طيب بيوقف سمسار، هات $100 لخلص لك المعاملتك. طيب بس مش أحسن لك؟ أنا لحقلك أستاذ، شو عمل؟ أنا عندي تسوية كنت ببيتي، ومعلش تجربة خاصة، إجا عم بيقول لي المهندس إنه والله هاي اللي تعمل مشو مخالفة مقزز البلكون، قال لي بس هذا بده ياخد، قلت له أنا لحقلك مش حياخد، مش هدفع ولا فرنك ولا دولار. نزلت بإيدي قلت له بدكم معي بدلني وين الدوائر، قلت له أنا دافع لك لتنجز لي أوراق رخصة الأشغال، قال مزبوط، قلت له امشي، رحت لعنده وينها، قلت له حط خلص واحد على مليون بس. ولكن ما هيدي الثقافة بدك تعممها، إذا كان كلنا بدنا نستسلم لمنطق الرشوة والرشوة المضادة. يا دكتور نزيه، إذا بدك تيجي من أي مطرح على دايرة بدك ساعة ونص لتوصل، وإذا بدك تقعد ساعتين تعمل المعاملة، وإذا بدك يعني في كتير مستلزمات لنوصل للنموذج. أستاذ الكريم، بدك عنوان إذا فعلا في جدية، إذا في جدية، وأنا أنا مش عم شكك بنوايا لا فخامة الرئيس ولا دولة الرئيس ولا دولة الرئيس، ولكن أول شرط أن يكون هناك قرارا استراتيجيا في الحكومة اللبنانية هي الحكومة الإلكترونية، مكننة كل أجهزة الدولة. يعني هن هي ما رح يعملوها، معناته يعني هون ببلش هون مش هيعملوها. يعني فيك تنزل على الدكاني ساعتها بتعمل معاملتك من الدكاني، بتبيع من بيتك على الكمبيوتر فيك تسويها، من بيتك على الكمبيوتر. أنا عم نعطي مثل هيك مهضوم تراثي إذا تنزل على الدكاني تماما. يعني اليوم في بعض بعض المؤسسات الخاصة ما بيستعملوا أوراق بقى، يعني كل هاي من خلال المكنني. ايه مع احترام على القلم ولا الورقة ولا طبعا. لما بنيجي ليش لغاية الآن مثلا الضمان الاجتماعي لم يمكنن، علما انه انا اتذكر تماما سنة 1977 خلال الحرب اللبنانية، قدمت فرنسا اول كمبيوتر، وكان الكمبيوتر قد هذه القاعة طبعا، انه لمكننة الضمان الاجتماعي. بعد لما اجى الرئيس الحريري، انا بتذكرها تماما لانه يومتها في احد خطاباته قال اكتشفوا من بعد التدقيق انه هذا الكمبيوتر بعد 20 سنة ما زال ملفوف بالنايلون، ما استخدم، ومع انه كان متخذ قرار بمكننة الضمان الاجتماعي. هيدا مثل من الامثله.
طبعا. فانت في احزاب كثير طرحت الحكومه الالكترونيه اولا القوات اللبنانيه إيه؟ وطبعا التيار الوطني الحر وفخامه الرئيس هو مع الحكومه الالكترونيه ومع كل شيء ممكنن. طلع خذ قرار وبلش من نقطه صفر وبرمجها على مدى خلال 4-5 سنوات يا سيدي، وبالذات الوقت من الصفقات الكبرى كمان بدك تكافحها. الصفقات الكبرى، عدل القوانين، عدل القوانين اللي بترعى موضوع المناقصات والصفقات بالتراضي. هون ساعتها بتخففها، خفف قدر الامكان موضوع الصفقات بالتراضي، وحرر اعطي ليوني بموضوع المناقصات، بتمشي الامور. انا ما عم بقول مش عايش بوهم انه بتلغي، ما انا ما عم بقول انه بتلغي، ولكن بتردع بنسبه عاليه من يحاول الرشوه او ان يرتشى او الدخول في حالات فساد. في موضوع اخر هو التوظيفات اليوم، يعني انا بسمع حالي احكي من على المنبر انه اذا البطاله 36%، شو المشكله بالتوظيف؟ ولكن بالتوظيف بالامكن المناسبه، بترشيد التوظيف، او اذا في عندك موظفين بمطرح فائض ومطرح شاغر ليه ما بتاهلهم؟ يعني حتى اللامركزيه الاداريه بتفعيل عمل البلديات والمجالس المحليه، عندك موظفين مثلا بتقول ما عندهم شغل، فيك توظفهم تشغلهم بهالتنمية البلدية وتنمية المناطق. يعني شو المشكلة بقصة التوظيف؟ يعني المشكلة انه مع الأسف لم يوضع موضوع اللامركزية الإدارية الواسعة موضع التنفيذ مشروع. في نزل بالدستور طبعا. هذا لم يوضع موضع التنفيذ. ثانيا أكثر هلأ بالوزارات يجب أن يمر من خلال مباراة مجلس الخدمة المدنية، الوزارات كإدارة رسمية. طيب هلا ديجا معظم الخلل والتلاعب اللي عم بيحصل مع الأسف هي بالمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اللي في مرونة واللي بتخضع لرقابة لاحقة وليست لرقابة مسبقة. بس دكتور ما بدنا نظلم الكل، لأنه في مرات بيبقى موظف بيشتغل قد 10 بالقطاع الخاص، موظف عام. أنا ما عم وفي موظفين أنا عم بدهم تأهيل وتأخذين. أنا ما عم بعمل التقييم، أنا عم بقول كيف الحالات ترشيد. كيف الحالات اللي عمال تترك للمدير العام أو للوزير إنه يستنسب من خلال الخرق. طيب هذا شو سببه؟ إذا بتيجي بتطلع على المؤسسات العامة بشكل عام لغاية الآن ما في إلها ملكات. ليه؟ هيدا جزء من الاحتيال على ترك الأمور، ترك الأمور على غاربها مطاطة. لتسمح بعملية التوظيف والزبائنية اللي هي التوظيف السياسي والمحاصصة السياسية. يعني اليوم مثلا نحن أنا بقول لك بالجامعة اللبنانية طب بالجامعة اللبنانية صرنا عاملين مرتين تفرغ للأساتذة، وكل مرة بيطلع قرار بمجلس الوزراء عند تفرغ الأساتذة أنه أي تفرغ جديد يجب أن يسبق تقديم ملاك تحديد ملاكات للجامعة، وبعدنا لغاية الآن عمالة تجرجر ومن وضع ملاك للجامعة. ليه؟ لأنه ما فيك أنت اليوم تعتمد على العقود بالساعة، مع مرور الزمن ساعة بدك تفرغوا. طيب في كتير حالات أنت ما بحاجة لموظفين متفرغين. تاني شغلي مثلا عندك قانون عم بعطيه من الجامعة لأنه بعرف فيها، قانون يلزم كل استاذ بالتفرغ في الجامعة اللبنانية ما يعلم وأن لا يتعاطى أي مهنة أو أي عمل غير التعليم. لذلك هو أعطوه راتب مميز عن باقي الإدارات، اللي باقي الإدارات حتى مثلا بوزارة التربية مسموح الأستاذ يعلم إضافي لنصابه 20 ساعة 10 ساعات خارج الدوام، محدودين محدد له 50% يعني يعني عم ياخد 50% من راتبه إذا أمن فرص عمل لإله. طالما أستاذ الجامعة ممنوع، وإذ نفاجأ اليوم أنه أساتذة الجامعة اللي هن بالمهن الحرة سواء من محامين أو أطباء أو أطباء أسنان أو صيادلي يمارسون المهنة، فإذا هون ما بقى في عدالة ومساواة ضمن الأساتذة بالكادر التعليمي. هون واحد عم بيطلع 10-15 ألف دولار بالشهر، وهذا عم يكتفي براتبه، وإذا كتب مقال بياخذ تنبيه إنه أنت موظف بشركة بمؤسسة إعلامية أو خلافه. فهذا من ناحية تانية.
ناخذ المصالح الاخرى، اذا مصلحه الليطاني او مصلحه نعم. الكهرباء او الريجي او كله، ما عندهم ملاكات دائمه تعاقد او بدك تعمل ملاكات هو اللي بيضبط. الجامعه الامريكيه استاذ الكريم، الجامعه الامريكيه بعدد طلابها في عندهم حوالي 400 500 استاذ، كم واحد بالكادر عندهم؟ لا يتجاوز المية. وإذا بده يفوت على الكادر بينتظروا أحد الأساتذة بالأقسام إذا فل أو توفى ليأخذوا محله، الباقيين كلهم كونتراكتويال. فنحن اليوم عمال نحول الجامعة مثلا الجامعة اللبنانية إلى مساحة للتوظيف السياسي والخدماتي. وبالمقابل الجامعات الطائفية أو جامعات السياسيين يتشددون بوضع ضوابط عليهم، بفرض عليهم القوانين وبيرموها على الجامعة اللبنانية، وأنا هون لا أستثني أحد. فهذا موضوع هذا جزء من الفساد الإداري يعني هذا السيكل وهذا الدورة طبعا. طيب دكتور، قبل ما ناخد فاصل إعلاني، برأيك إذا موضوع الفساد ككل ما قدر يقارب من الشيء اللي سابق، حاسب على اللي سابق، وحتى ما تغرق كل الناس بالأرقام وبالملفات وبالكيديات، ما فينا نصفر العداد يعني نبلش من هلأ ورايح لحتى مزبوط يقدروا يكون في يتسنى للي بدهم يكافحوا الفساد انه يكافحوا، لانه اليوم وقت بتغرق الامور بامور قديمه وبكيديات وكذا بتكبر بيكبر الحجر. ما فينا نصفر العداد ونبلش من هلا. فيك تصفر انه انا ابتداء من السنه صفر خلينا نسميها كل واحد مرتكب عليه انه يسوي وضع تحت طائله الملاحقه، أول شيء بيتركوها طوعية ويبدأ بالتطبيق الفعلي من هذه السنة صفر. أنا بدي أعطي مثل صغير أنه كيف أوقات لما بتكون في إرادة حكيمة ورشيدة لبناء دولة حقيقية بتنجح. التجربة الماليزية مع الأسف ما حدا بيقاربها، إجا واحد اسمه شخص اسمه مهاتير محمد من حوالي 40-45 سنة، جمع قيادات الطوائف، تعرف نحن في الملاوي وفي من أصول هندية، حتى إجا حدا من عنده على لبنان ليشوف كيف الجو، ليشوف كيف الجو اشتغل. كان متوسط الدخل الفردي 400 دولار بالسنة، والناتج المحلي يعتمد، الناتج القومي كان يعتمد على القطاع الزراعي بأغلبيته. بيبعت وراهم لزعماء الطوائف والإثنيات بيقول لهم نحن كل طائفة كل إثنية بدها تقدم لي خيرة صفوة كادراتها، هذا ولكن بدنا نحول الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على الزراعة فقط بنسبة 60% إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة. توافقوا، عملوا عقد اجتماعي جديد. مهاتير محمد وبعد 10 سنوات لغوا كل النظام التعليمي السابق وقالوا ابتداء من هذه السنة صفر سوف يطبق نظام تعليمي. لقوا نتائج هذا الإجراء بعد 25 سنة 30 سنة بحيث وصل أنه متوسط دخل الفرد بلغ حوالي 20,000 دولار، من 400 دولار إلى 20,000 دولار. وما خص لا الأديان بالاقتصاد، لا ما كان استاذي ملاوي مسلمين والصينيين معروفين شو اتجاهاتهم والهندوس اللي هم الهنود هول عملوا عقد اجتماعي وكل واحد على دينه ضلوا ما عمل يتدخل يعني. ولكن ويمكن حدا اجى من سنغافور ومن هذيك البلاد على لبنان من 40 سنه ليشوفوا كيف التركيبه اللبنانيه واشتغلوا على اساسها. نحن رجعنا لورا. اي طبعا دكتور نزيه خياط، بدنا ناخذ فاصل اعلاني ونرجع. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور نزيه خياط بنرحب فيك مره ثانيه. اليوم في عنا شيء اسمه النزوح السوري، مليوني نازح من اخواتنا واصدقائنا والسوريين واشقائنا، في ضاغط على الوضع واللبناني يمكن بنق شوي عليهم بنق كتير، بس في منهم كتير عم يشتغلوا اشغال مطرح اللبنانيين، واللبنانيين مبسوطين بهالشيء وفي لبنانيين غير مسرورين. انما تداعيات النزوح السوري بشكل عام معروفه، فخامة الرئيس عم بيقول انه خلينا اكتريتهم يروحوا يعودوا على بلادهم على المناطق الامنة وبشكل كريم. وهلأ في مبادرة روسية، واذا زار الرئيس عون قريبا موسكو رح يطرح هذا الموضوع من ضمن سلسلة مواضيع وادوار روسيا بالمنطقة.
برأيك هذا الموضوع الرئيس الحريري بكرة رايح على بروكسل مع الوفد وعلى أمل وهيك طامعين بمليارين ونص مليار لحتى يقدر لبنان يكفي، هل السياسة اللبنانية وسياسة الدولة اللبنانية رح تقدر تواجه هذه المعضلة أو تحلها؟ مع الأسف موضوع النزوح السوري لا يتعلق بقرار لبناني واحد أحادي. الأزمة السورية أزمة لم تعد أزمة محلية، لم تعد أزمة العلاقة لبنان بسوريا خاصة بموضوع النزوح، لأن لبنان ليس هو مسؤولا عن نزوحهم من أماكن هون، وخاصة الموجودين في لبنان اللي هني على طول على القرى مساحة المناطق المجاورة للبنان هني نزحوا قسم كبير من مناطق مدمرة. فاتت موضوع الصراع الدولي دخل على ملف النازحين. نحن أنا حضرت ندوة للسفير الروسي من حوالي شهر ونص في إحدى المراكز الثقافية، سئل حول موضوع النزوح، هو يعتبر أن الموضوع له علاقة أيضا بعملية إعادة الإعمار. قال بصراحة نحن حكينا مع الاتحاد الأوروبي لتمويل إعادة الإعمار، كان جوابهم أنه الذي دمر سوريا ليس هناك من ضماني من أنه إذا تم إعادة الإعمار من أن يعاد تدميره مجددا، فهذا يتطلب حل سياسي، وبالتالي هذا الحل السياسي أيضا معطوف على موقف من جامعة الدول العربية بعودة طيب سوريا. بس احنا اللي بيعنينا انه الحكومة اللبنانية لم تمنع التواصل حتى في ظل الأزمة بين لبنان وانقسام اللبنانيين بين 18 و14 أدار، بقت على المستوى الأمني والأمن الداخلي والأمن العام على تواصل مع السلطات بسوريا. طيب سؤال آخر، ما الذي يمنع السلطات السورية من أن تدعو اللاجئين السوريين والنازحين السوريين من العودة إلى أماكنهم بضماني، ولو هي أخذت مبادرة أنه إذا الأمم المتحدة بدأت تشرف على أمانهم وإطمئنانهم نحن مستعدين يكونوا متواجدين؟ عم تحكي هون لكن أنا عم يعني مش تهمة، يعني أنه الحكم السوري بده شيء تغيير ديموغرافي، أنه ما بده إياهن هون بده إياهن هون. لا لا فعلا أنا مش هذا القصد، أنا عم بحكي من الناحية التقنية، من الناحية التقنية البحتي. هل يا ترى طيب اليوم بنرجع بيقول طبعا من يمنع السوريين من أنهم يرجعوا؟ هل مناطقهم هي أصبحت فعلاً منطقة مأمونة من ناحية الحياتية؟ عم بحكي هلأ الوزير الجراح وزير الإعلام بيقول لوكالة أناضول تركية إن عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة يجب أن تتم بإشراف أممي وارتكازاً إلى المبادرة الروسية. صحيح. هون في موائمة بين الإشراف الأممي والمبادرة أنا الروسية. أنا ما هل سيستطيع لبنان وفخامة الرئيس أنه يأمنوا هذه الموائمة؟ أنا بقراءتي الجيوسياسية خلينا نسميها، لا أتوقع أتوقع النجاح في تحقيق هذا الأمر، ولكن لن يمنع أي عائلة أو فرد سوري من العودة إلى شرائح 162 ألف، ولكن لا شيء لا يذكر قياسا إلى مليون و 600 ألف. طيب أنا بس بدي أسأل سؤال كمان آخر، نحن في بعض الناس بعض هذا أنه لو كانت السوريين بلبنان موجودين بمخيمات لأسهل كان عملية التعاطي مع المنظمات الدولية ومع الاتحاد الأوروبي بتنظيم عودتهم بشكل منظم وآمن. طيب بسوريا وبالأردن وبتركيا منظمين بشكل جيد ومفيشين وحركتهم منضبطة، طيب لغاية الآن الأردن ما رجعهم، علما أنه مشكلين ضغط على الاقتصاد الأردني يمكن أكثر من الوضع اللبناني، لأنه الوضع اللبناني نحكي بصراحة
طيب في ما في اصلا ما قبل الحرب بحاجه لقلب. احنا قبل الحرب في شيء 400,000 اكثر، كان في عندنا حوالي 600-700,000 سوري متواجدين دائما يشتغل. في لبنان بس ما كانت عيانهم معهم بالزراعه وفي العمار وفي الانشاءات حتى بعده اي فهن ذاتهم ما هن موجودين منين كانوا يجوا من تلك المناطق اللي هن موجودين فيها هلا زادوا دوبلوا بفعل الحرب يعني لما بنحكي نحن ب 600-700,000 واليوم عندك 1.5 مليون يعني عمليا مثل ما بيقولوا الرصيد تاعك هو 600,000 زياده يعني هن كانوا موجودين 700,000 طب هل راح يتوافقوا اللبنانيون على مقاربه هذا الموضوع انا برايي متفقين يعني لما العمال يجي الرئيس الحريري قال لهم عم بيقول انه نحن اساسا مصلحه لبنان مصلحه لبنان اولا ونحن ما منعنا وما كان لنا موقف من الاتصالات الذي يجريه مدير عام الامن العام والقوى والاجهزه الامنيه مع السلطات السوريه لعودتهم فبالتالي ما عندنا المشكله مش موجوده عند اللبناني نحن ليش بدنا نجلد حالنا طيب وزير في مقاربة سياسية مختلفة ايه في المقاربة السياسية هل سيضم الى الوفد الوزير صالح الغريب بالحقيقة كمان هيدا انا بعتبره يعني خلق مشكلة سياسية ولكن نحن بنعرف كيف العلاقات الدولية بتتم يعني حضرتك اذا في مؤتمر عن الاعلام واجتك الدعوة محددة مش انت منظمة انت تلقيت الدعوة الاتحاد الاوروبي وصل الدعوة الاتحاد الاوروبي في قاعدة عامة بياخدوا مع الرئيس السلطة التنفيذية ووزير الخارجية أو وزير المالية بس إني عادة بيبعتوا للناس اللي هن الوزير التربية والشؤون الاجتماعية مثلا بس التربية والشؤون الاجتماعية كان وزير العمل لهم اجتماع آخر مش بس مش طبوي على كل حال رح متوقع شو بيعملوا تخريجي متوقع أنه يجي وزير خارجية الأمريكي بومبيو بين 21 او بين 22 و 23 الشهر يعني قبل بيوم يومين من زيارة الرئيس عون الى روسيا هل الولايات المتحدة عم تحس حالها متأخرة طبعا ضمن جولة بالمنطقة هو ولكن انه لبنان كمان يعني بهم انه يدل بالفلك هل لبنان رح يكون بتوازن ام انه في الدور الروسي رح يكون اقوى بلبنان تاريخيا الدور علاقة لبنان مع الولايات المتحدة أو مع الاتحاد الأوروبي لها مرتكزات مصلحية واقتصادية وثقافية وتاريخية الاتحاد الروسي اليوم بالحقيقة مجالات المصالح عم نحكي المباشرة محدودة يعني ما تؤمن أوروبا للبنانيين للأجهزة الرسمية اللبنانية والولايات المتحدة لا تستطيع ولا تنافس الاتحاد الروسي لأنه لا يملك المبادرة في هكذا منافسة فأنا ما بعتقد ممكن بيكملوا بعضهم بيتكاملوا إيه بيتوازن وفخامة الرئيس هو يدرك وهو كان قائدا للجيش اللبناني ويعي تماما أنه 90% من تسليح الجيش اللبناني والمساعدات والهبات هي من الولايات المتحدة النسبة أقل من أوروبا ولكن على كل حال يعني كل شيء يعول على حكمة فخامة الرئيس طبعا وميزانه اللي هو ميزان وهو أعتقد أنه حريص على تثبيت هذا التوازن وعدم الخوض في سياسة المحاور قدر الإمكان بما يسمح بتوحيد الجبهة الداخلية دكتور نزيه خياط يعني الباحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية نشكرك نحن من تلفزيون لبنان شكرا مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء مساءً